أما بالنسبة للأخبار اللي متوقع حدوثها النهاردة فخلونا نعرفها في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق أولى فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية رؤية إسلامية في قضايا إنسانية اللي بتنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر الشريف خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الأربعاء، وده في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية. النهاردة انطلاق العام الدراسي الجامعي 2024-2025، وبدأت الجامعات في استقبال الطلاب الجدد كما هو مقرر، وبتشهد الجامعات حالة من الطوارئ استعداداً للعام الدراسي واستقبال الطلاب الجدد والقدامى من خلال حفلات استقبال موسعة وأنشطة طلابية ودعم الطلاب من خلال منظومة التعليم الجامعي في مصر، وده لتصدير خريجين لديهم القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي والإقليمي. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 6 من عمر مسابقة الدوري، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 2:30 الظهر، ومباراة أرسنال مع ليستر سيتي الساعة 5، ليفربول مع وولفرهامبتون الساعة 7:30 بالليل. لعشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 8 من عمر المسابقة، هيلتقي ختافي مع ألافيس في تمام الساعة 3 العصر، وفي الساعة 5:15 هيلتقي رايو فاليكانوا مع ليجانيس، وفي تمام 7:30 مساء هيلتقي ريال سوسيداد مع فالنسيا، 10 بالليل هيلتقي أوساسونا مع برشلونة.